باش يعرف الحياة خاصنا ديما نشوفوا راسنا في المرايا، لكن ماشي باش غير نديروا المكياج. عشقات التمثيل تكونت فيه واحترفته مع مرور سنوات، دارت بلاصتها في الساحة. هي مبدعة في مختلف الأدوار والدليل نجاحها في كثير من تجاربها الفنية، وإلى جانب أنها موهوبة فهي خفيفة الظل وذات روح مرحة. كتحضر معنا اليوم في عالم شهرزاد باش نتقربوا من شخصيتها الحقيقية، باش نكتشفوا في دول الممثلة والإنسانة، وتقاسم معنا ومعكم أمور وأشياء للمرة الأولى. فدوى الطلب معنا في عالم شهرزاد على إنفات كاتخ. مرحبا بكم. مرحبا بك فدوى. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. شكرا. أنا فرحانة لأن أنت معنا اليوم ضيفة. أنا فرحانة بزاف حيت أنا معك شهرزاد. مرحبا بك. فدوى كاتبة إلين كيلر كتقول بأن الحياة هي مغامرة جريئة أو لا شيء. أنت بطبعك مغامرة ولا غادا جنب الحياة وكتقول الحياة تسمح لي؟ أنا بصراحة غادا جنب الحياة، ولكن عزيز علينا نغامر مرة مرة. نغامر في اللي هو مفيد. ما عزيزش علينا نغامر يعني مغامرات ديال الطيش، ديال التهور، مغامرات اللي ما عندهم حتى شي أساس. نغامر مثلا في نجرب أدوار، نجرب شي حاجة عمرني ما قربت لها، شي ندير شي حاجات، نكتشف راسي في شي حاجات. هذه بالنسبة لي هي المغامرة. أما المغامرات يعني زعما هذاك الشيء ديال التهور وهذا ما كان. أنا فاش كنشوفك وكنشوف للأدوار ديالك لا كنشوفك في الريزو سوسيو، كنشوفك كيفاش انت، كنقول بان طائره غبل صح. تمام. ما تتسوقي لتا شي واحد. ماشي ما تنتسوقش، بالعكس كنتسوق وحيد داكشي اللي كنشوفوه ديفو في المجتمع ديالنا وكنسمعوه هو اللي كيخليك تكوني غبال، كتبغي تكوني ضد التيار. الا نتوما تتفكروا هكا انا كنفكر هكا. الا نتوما كيعجبكم الروج انا كيعجبني لو نوار، ماشي ضروري نكونوا كاملين كيعجبنا نفس الالوان وعندنا نفس الحاجات. دونك انا في الاختلاف ديما. الا كان هذا كيتسمى تمرد فانا متمرده. كتعترفي بانك انت متمرده؟ نقدر نعترف. واخا كنتي شي مره ضحيه التمرد ديالك في دوا، قلتي شي مره مالي على هادشي صافي تا انا نمشي مع التيار واللي قالوا لي وما نبقاش هادشي واللي ما نبقاش ندافع على المبادئ ديولي. لا ما نقدرش نتخلى على المبادئ ديولي. باغ كونطخ فاش كنشوف شي حاجه ماشي هي هذيك تنرجع للور. تنرجع للور. ما عزيزش عليا نتخلط. ما عزيزش عليا نتبع الموجه، نتبع بزاف د الحاجات. انا من النوع اللي ما كيتبع لا الموجه لا لا مود لا حتى شي حاجه. كنلبس كيف بغيت انا، كندير داكشي اللي بغيت انا، يعني ما تنتبعش واحد الموجه معينه اللي داروها انا خصني نديرها. دونك هكا انا يا دايره وجو بريفير نبقى هكا حيت انا بصراحه مسلكني. في دوا فاش كنوجد لك البرنامج بقيت كنقول شنو هو الاسئله؟ عندي بزاف الاسئله اللي غنسول لك. عندي غنهضر انا وياك في المراه، غنهضر انا وياك بزاف الامور، نهضر وياك في اختياراتك، كفاءتك لا تناقش، ولكن نهضر في الاختيارات ديالك. نهضر في بزاف الامور. كيفاش كتشوفي انت اليوم في المراه المغربيه؟ مناش كتعاني اليوم المراه المغربيه في دوا؟ شوفي اليوم في الوقت اللي حنا فيه دابا كنشوف باللي المراه نوعين في المغرب. كاين جوج الانواع ديال النساء. كاين واحد النوع ديال العيالات اللي تبارك الله كابابل، قادين بشغلهم، قارين، متمكنين، كيدافعوا على داكشي اللي باغين يديروه وكيمشيو فيه جوسكوبو، حتى حاجه ما تتحبسهم. يعني وكتلقايهم يعني مستعدات في اي لحظه يديروا تضحيه. ما عندهمش المشكل يعني تضحي بشي حاجه كبيره. وكاين النوع الاخر ديال المراه اللي متشبته بالتقاليد، متشبته بكيفاش كبرات، كيفاش حلت عينيها. يعني تتعرف هذه كتمشي لدار راجلها، كتبرك، كطيب، كتشقى، كتنعس، كتاكل وتتربي وليداتها. فهاد جوج انواع اللي قلتي لي دابا، شكون هي المراه اللي قريبه لك انت؟ بجوج. عرفتي علاش؟ حيت المراه اللي رباتني هي من النوع الاول، والمراه اللي هي انا هي من النوع الثاني. دونك انا فيها بجوج. كنعرف المراه اللي كتربي الوليدات وكتضرب تماره في الدار وما كتعرف والو، ونيه وخبز ربي في طبقو كي كنقولوا، واللي قلتيها لها كتقول امين. وكنعرف المراه اللي لو كونترير ديال هذه تماما اللي قلت لك. فانا ماما الله يخليها ليا امين. هي من هاد النوع ديال العيالات. يعني اللي كبرت في عائله محافظه، حلت عوينتها، تزوجات، دارت وليداتها، مقابله وليداتها وبركه في الدار. هادشي اللي كتعرف. شنو كتقول لك ماما؟ كشنو كتعاتب عليك ولا كتقول لك بنتي اللي بغيتي ديريه؟ شنو كتقول لك؟ في الاول كانت كتعاتب عليا شويه، كان كيجيب لها الله بلي انا
كنضيع الوقت باللي انا يعني ماشي جديه في بعض الامور ما كناخذ شي مسائل اللي كياخذوهم البنات بعين الاعتبار حتى انا ونديرهم في بالي. ولكن مع الوقت ولات تتفهمني ولات تتفهمني ولات تقول لي انت كتعرفي مزيان شنو اللي كيسلكك وانت عارفه طريقك دونك ما بقاتش كتلومني نهائيا على حتى شي حاجه. وشنو انت كتقولي لها؟ كتقولي لها فاش كتعياي؟ كيقولوا لي ضيوفي لان فاش كنعيا وكنمشيو عند الوالدين الاب ولا الام شو كتقولي لها؟ كتقولي لها عييت مناش نهائيا؟ ماما ما كنقدرش نتشكى عليها الضعف حيت ماما انا نقطه ضعفها. إلا جيت تشكيت عليها، المهم ما خصنيش نبكي، إلا جيت تشكيت عليها ولا قلت لها ماما تضرني شي حاجه هي الاولى غتاكل العصا. دونك جو بريفير كنخزن داكشي عندي، كنتقاتل عليه انا بوحدي، كنضارب على قداش ما قدرت نضارب. اي ماما راه انا بحالي بحال كاع البشر، كنعيا وكنهبط السلاح وكنريب فهمتي، وكناخذ وقتي وكنعاود. قلتي لي كنريب ولا كنتهدم صافي كنطيح فوقاش تحتي فدوى، عندك انت اليوم الجرأة تقوليها للناس فوقاش؟ طحت بزاف المرات فوقاش كل سيتوياسيون وكيفاش كتكون دايره، ولكن كاينين شي طيحات اللي كتعقل عليهم مدى الحياه ما عمرك ما تتنساهم. الجرح ديالهم ما تيبراش، كاينه جرحه اللي تتبرا فيت فتتنساها، وكاينه جرحه اللي كاينين شي طيحات خايبين كنطيحهم في الحياه ما كنتمناهم لتا شي حد. بحالاش؟ ما عرفتش كيفاش ندخل معاك في لي ديتاي، ولكن كاينين الناس اللي كيضرونا غراتوي على والو، يقدر يكون صديق، يقدر يكون زميل، يقدر يكون قريب لك في الخدمه، يقدر يكون بزاف الحاجات كياديك تيطيحك تتوتشي تتهبطي على ركابيك للارض وانت مضطرة انك تعاودي كل شيء من الاول وبوحدك بلا ما تعتمدي على حتى شي واحد يجي يمد لك ايده ويقول لك نوضي، حيت ما كاينش اللي غيدير هذا الشيء. فوقاش فدوى حسيتي بان بصح تحتي؟ فوقاش قلتي علاش هذا الشيء وقع لي انا؟ علاش انا ماشي شي حد؟ تقدري تقولي علاش انا ماشي شي حد اخر كتوقع لك؟ هو ما غاديش نقول علاش انا ماشي شي حد اخر، حيت ماشي منطقيه بالنسبه ليا. فاش كيكون شي حاجه مكتبه عليك راه مكتبه عليك، فكنتقبل انا المكتب بايديا محلولين هكا، داكشي اللي بغاه ليا ربي مرحبا به. اللي ما كنتقبلوش ملي كيكون العبد اللي مخطط لك وهو اللي بغى يعطيك هذاك المكتب وهذاك القدر هو بغى ينزلو عليك. هذه مساله اللي كتقدر ماشي تهرسك، كتقدر تطيحك وتقتلك وتهلكك وتذبحك، حيت ماشي شي حاجه جاتك من عند سيد ربي، شي حاجه جاتك من عند بنادم بحالك بحاله. ومن الحاجات اللي طيحوني وهلكوني سي صور لي فيديو اللي خرجوا مورا لا سيري ديالك الدرب، في نجاح ديال الدرب خرجوا دي فيديو في لي ريزو سوسيو، ما جاوبتيش لحد الان، ما عمرك ما بغيتي تجاوبي في الموضوع ولا تهضري، ما عمرك ما بغيتي تجاوبي على الموضوع ولا بغيتي تهضري في الموضوع، شنو وقع لك؟ ما عمرني ما جاوبت ولا هضرت على الموضوع، حيت اولا كيضرني كيضرني بوغ دو فغي شهرزاد فهمتي، كياديني. ثانيا ما بغيتش نعطيه اكثر من قيمته، ما بغيتش نعطي الموضوع اكثر من الحجم ديالو. داكشي اللي كان وقع حتى انا كنت تفاجات بحالي بحال كاع الناس كاملين، كيوصلوني لي ميساج، كيطاقيوني الناس في الجروبات، كلشي كيهضر هي ماشي هي، اللي كيحلف اللي كيقول هادي اللي كيقول هادي. ولكن ما كتعرفيش الدقه انت منين جاتك، وانت رغم انني انا شفت الفيديو وعرفت باللي ماشي انا ومتاكده باللي ماشي انا، والديا ما ربونيش هكاك نهائيا وما نقدرش نتجرأ يعني ندير هكاك. ولكن هذاك السيد اللي كان عنده المصلحه باش يخرج هذاك الفيديو وينسبوا ليا، هو بوحدو اللي كان عارف السبب. هو بوحدو. شكون هو هذا السيد؟ هو زميل في العمل، ما نقدرش نقول لك حاجه اخرى، وراجل يعني نقدر نخاف من مرا، انا ما نخافش من مرا، العيالات كلهم صحباتي، كاع الممثلات صحباتي كلهم كيبغيوني، لان شوفي بعض القصص كيصدموني بعض المرات كيقولوا لي دائما كتقولي صدمتيني وصدمني وعلاش صدمني، ولكن راه بصح بعض القصص صادمه فدوى. كيفاش واحد زميل ديالك في الخدمه، كيفاش واحد زميل ديالك في الخدمه يقدر يدير هذا الشيء؟ حتى الهضره ما قدرش تطلع ليه، هادشي مدمر، هادشي يقدر يدير لك فانت كارير، يقدر يحبسك، يقدر كيفاش يتجرأ يدير هادشي؟ الوقت اللي كتحضي مع
يعني بنات ولا عيالات اللي تجيك منهم الدقة، كتجيك الدقة من عند زميل اللي دري راجل يعني بعيد على كل البعد، ما كان خرج معاه، ما كان ضحك معاه، ما كان جمع معاه، ما كان سافر معاه، ما شارك معاه، ما حتى شي حاجة يعني. جوست واحد جوج المرات ولا ثلاثة في دي بلاطو خدمنا أنصامبل. السلام عليكم. ففاش كتنوض هذيك الزوبعة وكل شيء كيطاقيني في هذيك الفيديوهات، كاينه واحد لاباج معروفة في فيسبوك بدون ذكر الاسم، لقيتها مبارطاجيها والملايين ديال الناس شايفة هذيك الفيديو، وأنا دخلت عاد هذاك مول الصفحة، قلت له الله يخليك بغيت نعرف زعما كاينه كيفاش كتقول فدوى طالب وهذا الشيء وهذا. قال لي اختي انا ما ليا حتى شي حاجه، انا راه غير عطوني الفيديو بوستيتو بحال كاع الناس. قلت له داكور، دونك هادشي اللي قلتي انا غادي نقوله للبوليس ان شاء الله، حيت غادي نديكلاري بهادشي، حيت هذا راه الشرف ديال الناس والاعراض ديال الناس، ومنين يسولوك قول لهم هادشي، قول لهم انا راه لقيتو وبارطاجيتو. السيد خاف ويقول لك شكون اللي قالها ليه؟ قال لي ايكوت لا انا راه ما بيني وبينه هادشي والو، راه هاد الممثل فلان فلاني عطاني هاد الفيديو، قال لي هادي راه فدوى طالب بارطاجي. عيطتي لهذاك الممثل، اشنو الفائده ديالو هذا الزميل ديالك، شنو الفائده ديالو باش ينشر هذا الفيديو عند الناس؟ عيطتي ليه هضرتي معاه؟ يا سير عيط له. اش قال لك؟ قال لك ماشي انا، حلف ودعب ولادو ودعب اخ، بس ما يمكن تخيلي انه ماشي هو. ورجعت للور حيت ما يمكن ليش ندير شي حاجه عاوتاني اللي نضر بها واحد، وانا كنت بنت الناس في كياني كيفاش فكرت، خفت انني نضره، خفت انني ناديه، خفت ان السحر يتقلب على الساحر، خفت من بزاف الحاجات. فرجعت للور وفوت امر الله وقلت ليه هكا حسبي الله ونعم الوكيل فيك، وما نسمح لك لا في الدنيا ولا في الاخر. اشنو علمتك هاد القصه؟ هاد الشيء اللي وقع لك شنو علمك؟ علمتني ما نثقش خيالي. تتمشي الثقه خيالي ما نثقش فيه. سينو ياكلوك تثقي في شي واحد؟ كاينش، ما كاينش الثقه في الله سبحانه وتعالى، وتثقي في والديك هما اللي يبغيو لك الخير، شي حد اخر صعيب. فدوى كنشوف قدامي ديك المراه القويه اللي كنشوف قدامي دمعه كاينه غير هنا بحالنا كاملين. مورا المراه القويه شنو كاين؟ كاينه مراه ضعيفه بزاف، مراه اللي بحال كاع العيالات، هي ما كرهتش تكون مرتاحه، ما يقرب لها حد، ما يأذي حد، تكون عايشه ترونكيل، غاده جنب الحيط، ما نبرزط حد، ما يبرزني حد، ما ياكل لك شي حد في الحمك، ما تاكل من ما من اديش. كاين الاذى بزاف، هو اللي كاين، كاين اللي يقدر ياذيك حيت كضحكي بزاف، كاين اللي يقدر ياذيك حيت راش قالك، حيت هو ما قادرش يكون في ديك المود. فدوى الطالب اللي كضحك الناس، فدوى الطالب اللي كضحك الناس، شنو كيبكيك؟ كيبكيوني بزاف الحاجات. بحالاش؟ فقدان الناس اللي عزاز عليا، كنخاف من هذا الاحساس بزاف. كتخافي من تموتي انت ولا يموت لك شي حد عزيز عليك؟ الموت ما تتخلعنيش، ولكن كنخاف من الفقدان ديال الشخص، حيت الموت علينا حق، يعني بغينا ولا كرهنا هذه هي سنه الحياه، خلقنا ربي باش عندنا قصه كتبدا وكتسالي، واللي سالا راه كيمشي لبلاصتو وهي غاده. مي كنخاف من فقدان ديال الناس اللي عزاز عليا، بالنسبه لي هاجس، فهمتي؟ وسواس، كنقدر نكون مرتاحه وترونكيل وضاحكه، مي الا تفكرت ان ديتاي من هادو نقدر ندبل في البلاصه. موت كتخلعك، سورتو الموت الناس اللي قراب لينا. الله يعطيك طولة العمر. امين يا ربي وطول عمرك والناس كاملين اللي كتبغي يا ربي. امين. حنا وانت فدوى امشي وانا وياك الفدوى الممثله ياك، كي دايره فدوى الممثله؟ اش غنقول لك؟ كتقاتل باش تحقق هذاك الشيء اللي بغات، كنعزل في الادوار اللي بغيت، كنرجع للور الوقت اللي خصني نرجع للور، كنغبر الوقت اللي خصني نغبر. هي سي استراتيجي، فهمتي؟ خصك تمشي عليها وشوف انت شنو بغيتي، واش بغيتي الناس يشوفوك في كل ساعه، ولا بغيتي الناس يتوحشوك من بيرسوناج لبيرسوناج. يعني انا هكا كنخدم، كنخلي الناس توحشني شويه وتسول عليا ويلاحظوا انني راني ما كايناش مثلا في الساحه، باش النهار كتجي تحطي لهم ان بروجي كيكونوا هما السباقين باش يشوفوه، باش يعرفوا المعلومات ومتشوقين.
بزاف الضيوف اللي تيجلسوا في بلاستك في الدواء كلهم كيقولوا لي نفس الشيء، كيقولوا لي بان كاينه التفاهه وكاين بزاف ديال القباحه في لي ريزو سوسيو. انت معاهم؟ تماما، التفاهه كثرات والقباحه القباحه ضرب فيك، ويعني واحد المبادئ بدات واحد المبادئ بدات كتمشي لشي ناس، وليتي كتشوفي التجاره في اي حاجه في وسائل الاعلام كيتاجروا باي حاجه، يعني بالقوي بالضعيف، باللي عنده باللي ما عندوش، باللي مريض باللي معطوب، باللي بيطالي، باللي كتخرج بالليل، باللي كيخرج بالنهار، كل شيء ولينا كنتاجروا فيه. وهذا الشيء انا ما كيعجبنيش نهائيا. كنبغيش الناس يعني تدير عين وتدخل لوسط حياتك لداخل وتشوف شنو كاين، ماشي سوق الناس، ماشي ما غيفيدهم بوالو. ماشي سوقهم، مي ما غيفيدهم بوالو، ما غادي تستافد والو انت الا عرفتي على حياتي انا شي حاجات اخرين من غير داكشي اللي خصك انت تعرف. حيت في الاول وفي الاخر راه كنبقى بحالي بحالك، حتى انا انسان، حتى انا كنغلط، حتى انا عندي اخطاء ديالي، حتى انا عندي هوايات ديالي، حتى انا عندي حاجات ديالي كنديرهم وبغيت حتى حد يشوفني، حتى انا عندي ناس كنشوفهم بيني وبينهم، حتى انا بزاف الحاجات. علاش في رايك انت علاش دابا ولينا بغينا غير فضيحه ديال فلان، شاهد فضيحه هذا، علاش كنقلبوا على هادشي، كنقلبوا على شي واحد يطيح باش ننزلوا عليه؟ علاش؟ شو المشكل؟ فين كاين المشكل؟ فين كاين الخلل في الدواء؟ الخلل انا بالنسبه لي الخلل ماشي مادي، حيت بزاف اللي كيسحبوا باللي الناس كتمشي لداك الشيء على ود الماده وعلى ود الربح والفلوس. انا بالنسبه لي العطب كاين في القلب ديال الانسان. حيت الا ما عندكش انت قلب وما عندكش ضمير اللي غيخليك تفكر في اشنو غادي دير وشنو هو هذا الكونتوني اللي غتعطي للناس، شنو هو هذا المحتوى اللي غنهضر عليه انا وياك دابا، الا غنجيو غنخربقوا على الناس، الناس ديجا مخربقاهم الحياه. الا غتجي تبدا تدخل وتخرج في الهضره، الناس ربي اللي عالم بها. الناس ما باغاهاش داكشي، ما بقاتش باغا المشاكل، شتي مام الناس الضعفاء اللي كيقدر يستغلهم الانسان في اي حاجه، حتى هما طلع عليهم هادشي في راسهم. حتى هما ما بقاوش كيبغيو يستغلوا، حيت عاقوا. حيت هذا الموضوع خارج على الانسانيه، فيه 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 تخطيطات وحدين اخرين اللي هما خاصني نتشهر، خاصني ندير البوز، خاص الناس يعرفوني. ولينا باغيين غير البوز، وفي ما ضربت لصقت وما سوقيش وكيف ما بغات تخرج. فدوى غنعطيك جوج ديال الصور ديال جوج ديال فنانات زميلات ديالك، وغتقولي لي شكون اللي قريبه ليك اكثر. مرحبا، ما عندكش مشكل. ما عنديش مشكل، مرحبا. غنبداو نتسناو الصوره انا وياك. كوثر بامو اللي كانت في ايموراجي. بيان سور، كوثر عزيزه عليا بزاف، بنيوته زويونه مجتهده كيوت، عزيزه عليها الحيوانات، عزيزه عليها المشيشات، عزيزه عليا بزاف. هذه علاقتي مع كوثر، كيفاش كنتلاقاو كنبقى نسول على المشيشات، وكلتي هذا، كليت هذا، شرمات لي هذا، عشيه البنيوته روحها زوينه. وكاينه قمر السعداوي. قمر السعداوي هي صديقه قديمه ديالي، يعني كنعرفها من سنوات، نقدر نقول لك بزاف، وانا تنعرف قمر، فهي صديقه عزيزه عليا بزاف، ومدوزه انا وياها بزاف د الحاجات زوينين. قمر ولا كوثر؟ شكون قمر ولا كوثر؟ هما في الحقيقه زعما كاينه بجوجهم صديقات وعزيزين عليا. شكون اللي قريب لك كثر؟ حتى وحده ما قريباش بالعكس، حتى وحده فيهم ما كنشوفها ديما، حتى وحده فيهم ما كنتلاقاو، يعني يعني هما صديقات ديالي في الدومين، وكنتلاقاو مره وكنتلاقينا مناسبات او اللي اشتغلنا مع بعضياتنا. اشنو كيبرزك في المجال ديالكم؟ اشنو اللي كيبرزك اليوم تتقولي مع راسك حشومه يكون عندنا هذا الشيء؟ شو كيبرزك في المجال ديالكم؟ في المجال في الفن اون جينيرال، ولا شنو كيبرزتني في بنادم في الدومين؟ في الدومين ديالك شو كيبرزك؟ في البشر سي سا، ولا غير في الدومين؟ في البشر، قولي لي البشر، عجبتني هذه البشر ياك، حيت باش نيش عيني شي. شوف هذا البرنامج غير يشي في الدنيا هادية، المشاكل اللي كاينه في البشر في هذا الدومين. نفاق، كاين نفاق، النفاق ما خطا حتى شي دومين. كاين في جميع المجالات، كاين في جميع المجالات النفاق. اللي كاين شويه كيبرزتني انايا في الدومين ديالنا هو انه كاينين الناس اللي عندها استعدادات تأديك، لا اللي عندها استعدادات تطيح من قيمتها هي كإنسان باش توصل لهذا الكاس.
هذه كتضرني بزاف وحز في قلبي ما كنبغيهاش. فهمتي كنبغي ان اي وحده اي واحد يلقى طريقه الخاصه بلا ما يطيح من قيمته بلا ما ينزل من قيمته بلا ما يادي راسه بلا ما يطيح من راسه ويولي بحال شي جفاف اللي جا كيمسح في كل يدين والرجلين. هذه ما كنبغيهاش ومع الاسف كثرات كاين عندكم في كثرات ولات ناس كدير تضحيات بوغ افوار دي شوز اللي ما غيفيدوها بوالو. حيت كاينه شي حاجات اللي كتعلق بالموهبه كترتبط بلو طالون ديالك باش عطاك الله. نعيا ما نقريفك نعيا ما نوصفك نعيا ما ندفعك نعيا ما نعاونك الا ما عندكش موهبه ما غيتقبلكش الجمهور المغربي. فقد الشيء لا يعطي تماما. والجمهور ديالنا كيفهم في كل شيء وضواق وكيعرف اللي كتقنعه من اللي كتفلى عليه. شكون الممثله والممثله اللي معجبه بهذه الايامات معجبه بالاداء ديالو كتقولي هذه الممثله الممثله الله يعطيه الصحه؟ شكون كاينين بزاف ديال الممثلين تبارك الله اللي طالعين زوينين ولكن انا فعلا فرحانه بالرجوع ديال حنان الفضيل. انا فرحانه بزاف وحيت غبرات علينا مده ديال 5 سنين دونك هذا العام شفت بلي حنان رجعت وعجبني الحال بزاف حيت انا من لي فان ديال حنان الفضيل. تبغي تخدمي مع حنان؟ افيك ان غون بليزير. فدوا كنتي بغيتي نسولك شي سؤال ما سولتوش ليك في الحلقه سالات الحلقه. سالينا سالينا. كنضحكك فدوا كنضحكك الطريقه ديالي كتعجبني الطريقه ديالك فهمتي انت عصفوره في عالم اخر فهمتي. تويت البرنامج كتعرف شنو سميتو؟ عالم شهرزاد. تري بيان. عالم شهرزاد. كيفاش دايره انا كيفاش دايره الطريقه ديالي؟ انت كتجيني دايره بحال شي حليوه بصح والله حتى شي ديما حلوه شي ديما حلوه. لا جو سي ما كاينش شي انسان فوق الكره الارضيه كيبقى على وجه واحد. كلنا عندنا الدوبل الدوبل فاز باش احنا اللي كنبغيو نخرجوها الناس اللي كيبزوا علينا. احنا مرايا ديال الاخرين. مرايا قلنا انا وياك امام غتضحكي ليا في وجهي غنضحك لك في وجهك حتى تبان لك القباحه غتخنزري فيا غنخنزر فيك صافي. سي بغيت نشارك معاكم مع الناس واحد الظاهره خطيره كنشوفوها. كنشوفوا الناس ما بقاوش كيحترموا الاخرين ما تيعرفكش وتيطلق عليك الطبيعه وكيهضر معاك بطريقه ماشي زوينه وانت مجبره تمشي معاه في داك الشيء. لما مشيتيش راه لست بمجبره تمشي معاه. انا لست بمجبره نمشي مع حتى شي واحد فوق الكره الارضيه الا ما غيمشيش هو على مزاجي. الا ما غتكونش انت انا وياك في نفس الخط علاش غندير لك خاطرك؟ علاش نستحمل التفاهه ديالك اللي كتقول ليا؟ ما نستحملش تفاهتك وما غاديش نتساب معاك غنمشي ونخليك بالادب. بسمح لي انا ما سي با مون تروك. انسحاب في الصمت تبقى دائما انني ما نقدرش نبقى كنتصنت لشي حاجه اللي كتبرزطني باش ندير لك انت خاطرك وتسمى انت راك كتقول داكشي اللي بغيتي. كنتي بغيتي فدوى نسولك شي سؤال ما سولتوش ليك في الحلقه؟ تقريبا دوينا في داكشي خصنا ندوي فيه. بغيتي تعرفي الجديد نقولوا لك ولا بغيتي تقولي لي؟ قولي لي شنو كتوجدي هاد الايامات؟ هاد الايامات كنبريباري واحد السلسله مع جهه البحار اللي خدمت معها ديجا قبل في بلاد العجائب. اي دونك دابا كنوجدوا قربنا ان شاء الله نبداو التصوير وكاين فيلم ديالي مع هشام العسري هايش مايش اللي قريب يخرج اللي خدا جوائز هايش مايش خدات جائزات في الكونه تماما وفوالا. وكاين تيلي فيلم ديال بنت الحاج زيدان حتى هو ديال هشام العسري اللي ان شاء الله قريب يدوز. دونك فوالا خدام على حاجات. كاين مازال جايه الجوله ديال ايموغاجي في الصيف. مازال كاين لا بريباراسيون ديال الفيلم ديال صلاح وفاطمه مع طاليس. دونك كاين ما يدار. شكرا لك فدوى شكرا لانك كنتي معنا وانا استمتعت بالحوار معك والله هيلا. حتى انا وشكرا لك بزاف شهرزاد على الاستضافه وتبارك الله عليك والبرنامج ديالك زوين من خيره البرامج اللي عندنا. شكرا اللي كيعجبوني وزويونين وسلسين وخفاف على القلب. ميرسي. وبالنسبه لي غير مضرين للفنان. شكرا 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 لك فدوى الله يوفقك. اللهم امين. داكشي كامل اللي كتوجدي. شكرا بزاف. ونتلاقاو من بعد ان شاء الله. ان شاء الله كامل داكشي كامل اختيارات وداكشي كامل ان شاء الله باذن الله. شكرا لك. شكرا فدوى. لكل قصه نهايه وهذه نهايه قصه فدوى الطالب في عالم شهرزاد. قصه جديده مع ضيف جديد الاسبوع الماجي على ام 24. تفكروا دائما عالم شهرزاد لحظه مكشفه وليس مجرد برنامج. السلام عليكم.